2 tá 9. Não é, mano. ما تخافش يا حبيبي،
انا جاي عشان اروحك. انت اسمك ايه؟ وانا اسمي مين مين؟ عايز تروح لماما؟ حاجتي ايه؟ يلا يا معلم. مين دول؟ أمن العمارة؟ شو مي يور باسبورت بليز. I didn't find anything. You are in my area. Don't do anything wrong. Okay, okay, sure, sure, sure. والله يا شماء الواد نحله طلع جدع. اسكتي، كان دمي نشف لما شافني، قلت هيجي يفتن وهروح في 60 داهيه مع امك. بس انتي برضو ابقي خدي بالك. هعمل ايه يعني؟ مش بمزاجي يعني. يلا بقى، اللي حصل حصل. شيماء، شيماء. ايوه. ايه ده، انتي هنا؟ ايه، انتي نازله ولا ايه؟ راح اصور ورق. الله، وما صورتيهوش امبارح وانتي راجعه ليه؟ جايه النهارده وانتي في يوم اجازتك ونازله تصوري؟ كان زحمه. والنهارده اللي رايق مش هتاخر. بقول لك ايه، ما انتش نازله بيت يا شهد، روحي اعملي لي كوبايه شاي عشان اروق بيها نافوخي. دي توزيعه بقى واني ولا ايه؟ امشي روحي اعملي الشاي. رايحه اهو. شيماء، بقول لك ايه، تعالي، عايزاكي في كلمتين. اسود ده كمين عسل. واي كمين يا معلم، باينه زي الشمس. جم جري على الحمام، عارفين هم رايحين فين وبيدوروا على ايه. قضيه 100 100، بدله حمرا على طول. ايه دي سهرة العمر اللي كان هيسهرها لنا؟ عمر مين يا عم؟ ده احنا عمرنا كان هنروح حضر. ابن الكال. قفل تليفونه يا عم. طبعا لازم يقفل تليفونه، ما عمل اللي عليه خلاص. يا جدعان، احنا لازم نخلع من هنا بسرعة. نخلع نروح فين؟ نشوف لنا أي حتة نقعد فيها. أنا عارفة إني غلطت كتير، بس ما كنتش أتخيل أبدا إن عقابي هيكون في ابني. عاقبني في أي حاجة إلا هو يا رب، أنا ماليش غيره. يا رب رجعهولي، رجعهولي يا رب. أجيلك في وقت تاني؟ لا يا بابي، تعال. في أخبار يا بابي؟ لا يا حبيبتي، بس عمال افكر في موضوع داليا ده. مش عارف لو اتاخرنا اكتر من كده وكانت هي اللي ورا سعيد فعلا، ايه اللي ممكن يحصل تاني؟ مش عارف. ايوه يا بابي، انا عايزاك تعمل كده. انا متاكده ان هي ليها ايد في اللي احنا فيه. حاضر يا حبيبتي، حاضر. طب ما تجيبي كده من الاخر يا سونا وتقولي لي عايزه ايه؟ بعد كل اللي قلته ده وما انتش فاهمه؟ لا مش فاهمه، هاتيها لي كده بصريح العباره وقولي لي هو مين؟ هو ايه كهن البنات ده؟ ما انت فاهمه، هو الواد سيد سيكا اللي عليه العين والنيه. سيد اخو الرايق؟ ماله، في ايه؟ ايه رايك فيه؟ رايي ازاي؟ زي الناس. الواد راجع من بره عاكمله قرشين حلوين، واد على قد ايدنا، واد جدع، وهو ده اللي يصونك. هو قال لك حاجه؟ لا، ما قاليش حاجه خالص. امال انت بتتكلمي كده ازاي؟ اروح اطلب ايده ولا لعب له حواجبي ولا اقفل على الناصيه؟ ياما ايه رايك اقفل على الناصيه؟ اقفل على الناصيه. بنت يا شيماء، كلميني عدل يا بت. وانت بتكلميني كده ازاي ياما؟ في ام تكلم بنتها كده؟ تكلمها كده ونص. ايه رايك فيه؟ ردي عليا. لا ياما، لا مش عاجبني، ومش هتجوزه ولا هو ولا غيره. انا اعدالك، اعدالك ياما. نعم يا الدلعدي، مش هتتجوزي ده ايه؟ لا، الكلام ده ما يطمنش يا شيماء. قولي لي، مخبيه عني ايه؟ يوه ياما. طيب يا شيماء، وحياه امي لاكون عارفه كل حاجه والنهارده. وبعدين في بوري ده هنعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه هو في الاخر يعني؟ والله حسب كلام الواد سيكا انه بيخلص في اي حوار، بس كله بحسابه. يا عم بحسابه بس يرد علينا في الاول. ده عامل فيها نجم وما بيردش علينا الغريبه. ايوه يعني السواح يعني في الاخر يعني ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت بتكلم الواد سيكا في مصر، تفهمه ان هو ما بيردش علينا، فلازم يكلمه يديله نمرتي، يا اما يتصل بينا يا اما يرد علينا. هات التليفون. ايه؟ يا سيكا. يا حبيبي، وانت كمان وحشني.
ايه الحوار؟ ده الواد اللي عندك ده انا هنفخه بس لما اجي. بعدين اقول لك. الواد صاحبك الطلياني بيكلمه وما بيردش، مش عارفين نوصل له. كلمه كده خليه يكلمنا، ادي له رقم حتى يوسف يكلمنا عليه. حلو برضه كلمه انت على طول. بس النبي رد علينا بسرعه يا سيكا. يلا سلام يا حبيبي. سلام. تمام هيكلمه خليه يجي لنا من ايطاليا علينا على طول. وده عبال ما يهز طوله ويجي من ايطاليا لحد هنا ناخد فيها قد ايه كمان؟ ساعة ونص بكتير. بقول لك يا ده مين؟ بص بقى رغم الجمال والنظافة اللي احنا فيها دي بس القهوة بتاعتك أحسن من أي مكان يا جدع. أنت بتتريق هلا ولا في إيه؟ أه بتريق. ماشي يا ديب. ولا البيت دي؟ تيجي إيه في حلاوة الواد نحلة؟ أنت كمان؟ طب وحياة أمك أنت وهو ما أنتوا داخلين القهوة تاني يا جزر. إيه ده بقى في إيه يا جدع أنت؟ لا بنسخنك بس عشان الساعة اللي احنا فيها دي. يا عم سيبوني في حالي. بقول لكم إيه؟ أنا زهقت من القعدة دي. تيجي نفك قهوة شوية. ونفضل بقى جارين ورانا الشنط دي كلها. يا عم هنسيب الشنط عند الولاية دي ساعتين وبعدين نرجع نفك. يلا نضرب البضاعة دي. يا عم هاتها معايا امسك. يلا. اه بالراحة. هات البادي دي اللي معلقة هنا. الله انا مش قلت يا بنتي انها تتغسل؟ بيغسليها. الو اي يوسف ايه الاخبار؟ بتقول ايه؟ لقيتوه؟ لقيت رامي؟ لقوا رامي؟ لقوا رامي داني؟ الو الو خط قطع. لازم اقول لك انا بسرعه. اروح لك بسرعه. لسه جاي التليفون للشيمي دلوقتي وبيقولوا ان هم لقوا رامي. الو سعيد انت ما بتردش ليه؟ واضح انك انت جيت تكلم سعيد طلبتيني انا. سعيد ايه انا؟ ما تهزميش. انا خدت موبايلك مسحت من عليه اسمي، مسحت كلمة سعيد وحطيت كلمة باسمه عشان نتصل بيه ارد عليك انا. وده اللي حصل. طيب اسمعني. خسارة. طول عمر غالي كانت بتقول عليك نكوسها، انا ما كنتش بصدقها. اطلعي بره! لان حد اطلعي بره! شيمي حرام عليك اسمعني ارجوك! انت سعيد ينفعك! اطلعي بره نادي! بره! ايه ده؟ حتى الطب بتلعبوا كوره؟ اهو حاجه نتسلى فيها عقبال ما تيجي. ايه اللي اخرك؟ امي قفشتني وانا نازله. ايوه واسطواني كل يوم بقى، كنت فين ورايحه فين وجايه منين؟ لا المره دي جايبالي عريس. نعم؟ جايبالك ايه يا باشمهندس؟ انت حد تقدم لك ولا ايه؟ ولا تقدم ولا نيله، هي فجأة كده طقت في دماغها، ده واحد جارنا كان مسافر ولسه راجع من السفر، فجأة زنقتهولي، ما اعرفش ليه، غير بقى الموضوع ده. أغير موضوع؟ أنا فتحت موضوع ولا اتكلمت فيه ولا قلت أي حاجة؟ أنا مش عايز أسمع حاجة خالص أصلاً. غلستك. غلستي؟ العريس قال، على الحرام من دينا أقطع رقبتك من جسمك. هو ده الصايع الضايع اللي مضيعك؟ هو ده الصايع الضايع اللي مميل عقلك؟ إيه ده إيه ده؟ تعالى. في أنت مين يا ولية؟ أنا مين يا ولية؟ انت يا ابن الكلب انت اللي مين؟ ماما يا حكا تموي لما يشحت في قلبك. اسمع بس يا حاج انت ولا يا هفهمك يا ابن الكلب. عادي بس هفهمك يا حاج. ما حصلش حاجه. هو انت كنت لسه نازل مستني يحصل حاجه؟ الحقوني يا ناس. هفهمك بس ابو سيدي ابو سيدي ابو سيدي الساعك ده ايه؟ ابو سيدي انا مفيش حاجه يا جدعان. مفيش حاجه يا جدعان. خلاص يا سلام انا اوريك يا ست. تعالى تعالى يا ابني. بيتحرك يا ولية يا ولية يا ولية يا ولية يا ولية يا ولية. عليا النعمه لو اوريك. حرام عليك يا ست. حرمت عليك عشتك يا ريت. في مالك؟ لا ابدا اديبه بس بنت موحى وحشتني حبتين. وحشتك؟ ده احنا ما بقالناش يوم لحقت. ما انا كمان يا اخي والله مستغرب. كنت فاكر ان انا لو غبت 20 سنه حتى ولا كان هيبقى في دماغي ولا يفرق معايا. بس عارف انت لما يكون في حته ناقصاك، الحته اللي بتكمل يومك بتكمل حياتك، حتى لو ما قعدناش ما اتكلمناش، صوتها يا اخي بيرن في ودني زي الجرس الشارع
في البيت، في القهوة، في كل حتة. فاهم اللي أنا بقوله على اللي عمال تهزلي في دماغك وخلاص؟ لا فاهمك فاهمك إحنا إيه؟ سيبك منه، ده قلبه جامد. طب أنا عارف ملوش في الكو ده خالص. أنا كمان أمينة وحشتني أوي. أمينة؟ تاني أديب وأمينة؟ تاني أديب وأمينة؟ هو كمان في أمينة وأنا معرفش، أنتوا بتحكوا بعض من ورايا ولا إيه؟ أمينة دي زي نغمة المزيكا اللي تسمعها وتشوفها في نفس الوقت، وأنا معاها ما أكون مبسوط، مبسوط قوي. بحس إني فصلت عن الدنيا ورحت الدنيا تانية خالص. أتكلم براحتي، حد فاهمك أكتر ما أنت فاهم نفسك. بكون معاها بعبلي كده. مش عايز أي حاجة من الدنيا، بكون حر. من الآخر يعني ببقى سعيد معاها يا رايق. طب وأمينة دي حصلت إمتى بقى؟ زي الحلم تفضل تحلم بيه وتسرح بيه بخيالك، وفجأة تلاقيه قدامك بيحصل بجد بجد. الله يكون في عونكم، والله صعبانين عليا. صعبانين عليك؟ انت عشان ما بتفهمش في الحاجات دي خالص. احسن يا عم، خليني كده مش فاهم. اللي انا فاهمه حاجه واحده، ان الدنيا دي عامله زي الكرباج، ولو فضلت اسبل لها واتنحنح لها زي ما انتوا بتعملوا كده هتروح لسعاني على ظهري وتعلم عليا، وانا ظهري خلاص مش ناقص علامة. اتفضل يا سيدي. بقول لك ايه، الصح انك تقع على واحده ترميك لفوق، وبعد كده بقى تيجي الكمانجات وواحده تكملك وواحده تحلم بيها، وان شاء الله عنهم ما جوم حتى لو ما جوش. ولا تصدق ان احنا هبله اصلا ان احنا حكيناك على اي حاجه؟ صح والله العظيم عندك حق يا ديمو. فين باولو؟ فين باولو؟ هكلمه. ده باولو فين؟ خلينا نقوم بالساعة اللي احنا فيها دي. هو بيتصل، استنى. الو يا باولو. وفي ايه يا نحله؟ مفيش حاجه، قاعد قاعد يا سيدي. يعني انت قاعد على ودانك كده؟ ايوه لا انا معاك، لا ده حوار كده. سيك انا همشي اروح مشرب رجعت يا عم. امشي يا عم تاني. طب افرضي لو جوزك طب علينا هتقولي له ايه؟ السلام عليكم. ايه يا واد يا سيكا، اخوكي في الرضاعه يا حنين يا ولا. طب قولي لي واد يا نحله كم اخ في الرضاعه؟ يا نهار اسود، ده فريق كوره. يا ولد انا عاوزه باكيته سكر يا ولا. قربي علي. طيب يا اللي على الباب. طيب طيب يا اخويا، متسربع على ايه؟ انا جاي اهو، انا جاي بالهداوه شويه. هو انا هروح فين يعني؟ اها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا رضا. ايه ده يا حبيبتي؟ لازم تنزلي تنتخبي. انتخب ده هو بالذات يعني؟ ده ايه ده؟ حزب اللمبه. حزب اللمبه؟ طب ويعني مش معنى ده هو بالذات يعني اللي هنتخبه يعني؟ عشان تدخلي الجنه. ايه يعني انا لما انتخب ده هو هياخد بايدي للجنه؟ ما شاء الله ما شاء الله والله. طب طب يعني هي الجنه دلوقتي بياخدوها بالانتخابات؟ انا اعرف يا حبيبتي ان الانتخابات زمان كانت بتودي جهنم الحمراء. اي أيوة والله. بس معلش ننتخبه. خلاص يا حبيبتي ان شاء الله هننتخبه. السلام عليكم. مع الف سلام. مع السلامة يا حبيبتي. ايه
بقول لك على ديبو، ما تيجي تجيب حاجه لامك من هناك تفرحها بيها. يا عم الحاجات دي كلها موجوده في مصر. مصر؟ انهي مصر بقى اللي فيها الحاجات زي دي؟ مصر الثانيه. مصر بالخلاب كرنيهات. كل الحاجات دي موجوده فيها، بس الثمن اغلى شويه. مالك يا يوسف؟ مخنوق. حاسس ان الواد زياد ده علم علينا. يا عم سيبك منه بقى دلوقتي، تعال خش نجيب شويه حاجات للناس اللي في مصر دول، يلا يلا فكك. يينا يينك، مالك يا بت مساحتنا كده ليه؟ في ايه؟ يعني انت مش عارفه في ايه؟ عارفه ومش متوقعه في اللي انت فيه ده. ايه اللي انا فيه؟ هو انا عملت حاجه اصلا؟ ده ديب هو اللي متعافي وعمال يشوط فيا زي ما يكون كوره كاوتش، وكل شوطه ايه؟ انا احمد تاني وانا ساكته وهو متعافي عليا قوي يا موحى. بقول لك ايه؟ والنبي خليني ساكته وكاتمه في جوايا وخلاص. ساكته ده ايه؟ وانا هسيبك بنارك كده فضفضي يا بت. يو ده مين مستني؟ الو يا موحى، عامله يا بت؟ ازيك وازاي امك؟ على فكره بنت موحى انت توحشتيني قوي. او ربنا وحشتيني. وانت كمان وحشني اكتر، عامل ايه؟ لا انا تمام، ما تقلقيش عليا. انا حتى كان نفسي معايا قوي هنا. حاج المحل نفسي اشتريه كل حاجه يا بنت. يا لهوي، هو السفر يعني بيخلي الواحد يتكلم كلام حلو كده؟ خلي بالك من نفسك. ماشي يا حبيبتي. لا لا لا، بالحق. بقول لك ايه؟ هو ديبو جنبك؟ اصل بنت جيجي كانت عايزه تكلمك. يا بنت طفي نارك، مش عايزه اكلم. يو جدع على التليفون. بس بقول لك ايه، انجز عشان الكارت. ها ازيك يا جيجي؟ ازيك انت يا ديبو، عامل ايه؟ انا كويسه الحمد لله، طمني عليك. لا تمام، العيشه كويسه والدنيا زي الفل الحمد لله. طب خلي بالك من نفسك. طيب الرصيد بس هيخلص. طيب ماشي، سلام. ايه رايك؟ لسه الفار بيلعب في عيب؟ لا يا اختي ما بيلعبش. بالراحه يا بت. ايه يا بت مالك في ايه؟ خالتك سونا جات لها الهفه ونزلت عليا بالمنفضه وهاتك يا ضرب. ليه؟ انا عارفه يا اختي، كنت بحوش عن شيماء، ما حكايتها مع احمد اتعرف. يا نهار ابيض، ومين اللي قال لها؟ والنبي ما اعرف، بس شكله كده الواد نحله، مفيش حد غيره يعرف، هو اللي شافهم قبل كده مع بعض. يخرب بيته الواطي. لا اصبري عليا، اما طلعت البلا الازرق على جدته ما بقاش انا موحى. سيكا فين يا واد؟ جميلة عليك. العظيم تقلق. ايه يا واد؟ انت اسمك شفتورة؟ طب نصيبها في شكلك. خد يا ولد، انتخب الراجل ده، اللي بينتخبه بيروح الجنة على طول. نحلة يا واد يا نحلة. إلهي نحلة تقرصك في صرصور ودنك عشان تنطرش أكتر من تقطرش. هم حاطين السكر فين يا أختي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر عليك، انت واد رزل ورخم، حاطينه فين يا اختي السكر؟ يا اختي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اه ياني ياني يما ياني يما ياني 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 ياني. انت مين يا اخويا؟ يا خرابي، انت مالك يا اخويا؟ انت هتتخنق؟ اشيل لك دهي؟ حاضر حاضر هشيلها لك. يا عين امك، ده انت حلوه. فكني والنبي الله يخليك. افكك؟ ايوه والنبي. لا لا، لما استعلم عن شخصيتك الاول. حاضر. اشوف انت مين؟ الله، قول لي يا اخوي، انت مين ربطك الربطه المنيله بستين نيله دهي ورماك الرميه السودا دهي؟ عيل ابن حرام كان داخل يسرق، قفشته ضربته، ضربني وربطني. فكيني والنبي الله يخليك. انت عارف هما اصل هما لما بيشوفوا الرايق مسافر ومش موجود هنا هو بيستنهزوا الفرصه بقى. طب فكيني والنبي، ولما يجي الرايق قولي له على مهلك، فكيني عشان الحقه. هتلحق مين؟ الرايق؟ لا الحرام. متأكديني ده الاوتيل ولا ايه؟ مفيش غيره في الشارع. يلا We need the room for three people, please. Can you give me your passport? Yes. Your friend already made a reservation for you. Here is room 16. Our friend made reservation? Yeah. Okay. Thank you. Thank you.
ماشي يا هستنى الوهك من 6 ل 7 بس لو ما اتصلتيش حجزك هيروح واخد اللي بعديك هو ده النظام ماشي يا سلام ده ايه يا سيكا يا ولد انت ما بتعبرنيش اللي مبنده عليك يا ولد وبعدين ايه حكايه القطه اللي عماله تنونولك في التليفونات دي يا ولد قطه يا عمتي بس قطه على ايه صاروخ يلا يلا على الصواريخ يلا ايه يا عمتي انت ايه اللي جابك هنا صحيح ايه اللي نزلك والله ما انا فاكره يا ابني ايوه افتكرت دلوقتي لما شفت وشك كنت عاوزه باكيت سكر اعمل لك سد الحنك الا قول لي يا سيكا الراجل اللي الطيب ابن الحلال الامير المحترم الامراء ده اللي كان جوه ده يبقى مين اللي كان جوه فين في المخزن يا واد المخزن يا نهار اسود يا نهار اسود وديتيه فين يا عمتي سبته فكيته وجري علشان خاطر يلحق الحرامي ابن الحرام وديتيه يا نهار اسود ايه يا معلم ده هو باولو ده يطلع نمره ولا ايه هو مسيستم كل حاجه قبل ما نيجي هنبتدي بقى من اولها انا ما كنتش هجيبك معانا بس انا عارف انت نفسك تركب طياره نفسي اركب طياره لا نفسي اركب الهوا يا عم الحلو انت هو احنا هنقعد نهزر ما باولو ده ممكن يطلع اوسخ من زياد ازاي يعني بقول لك تبع اخويا هيلبسنا في الحيطه طب ما الدهشوري ما كانش المفروض يلبسنا في حيطه ولبسنا مع زياد ايه مالك هتهبل ايه ده ايه ده انت عم الحاج انت مين باولو باولو انا سيكا كلمني عنكم وقال لي على السلاح اللي انتم محتاجينه. مالك يا عم في ايه؟ انت بتعاملنا بقرف يعني ليه كده؟ في ايه؟ وبعدين ايه موضوع باولو وطلياني وبتاع ايه الجو ده في ايه؟ لا لا مفيش حاجه بس انا ابويا مصري وامي طليانيه. وبعدين انا عشت في مصر اكتر ما عشت في ايطاليا. ماشي احنا بنفهم بس. عشت يا سامي يا عم باولو بقول لك ايه؟ السلاح تمام بس احنا هنحتاج منك شويه معلومات ثانيه. دلوقتي في منطقه اسمها ميرنا عايزين نوصل لها ازاي؟ انتوا مين بقى تحذروا بقى؟ بص بقى المنطقه دي بتدور على المافيا. وبعدين صعب الدخول ليها جدا. واحنا بقى عايزين ندخلها. وعايزين نعرف كمان معلومات عن واحد اسمه زياد بصيبس. هجيب لكم كل حاجه، بس بقى دي باتفاقيه جديده خالص. اتفقنا. امين انا مش عارف. هل ينفع انشر تحقيق زي ده في الوقت ده؟ ليه لا حضرتك؟ لان تحقيق زي ده هيقفل بعض القراء مننا. يعني ايه الناس هتنتخب عن جهل؟ يعني ايه الناس مشاعرهم الدينيه هي اللي بتحركهم؟ أقول إيه للراجل البسيط اللي بيشتري الجريدة؟ أقول له أنت جاهل؟ أقول له أنت حمار؟ يا فندم دي حقيقة أنا شفتها بعينيا، في ناس كتيرة جدا بتنزل تنتخب ناس هي أصلا ما تعرفهاش، وفي المقابل في ناس بقى قليلة جدا بتنتخب عن قناعة، ده واقع. ما ينفعش، ما ينفعش نبقى مباشرين كده، ما ينفعش ندي الناس خبط لزق. الناس فرحانين بالانتخابات ما ينفعش نحبطهم يعني التحقيق مش هيتنشر؟ هيتنشر اقعدي يا امين اقعدي انا عارف ان انت ذكيه ووطنيه ومثقفه بس واحده واحده الو ايه الشبكات عنيفه بين الشرطه والمتظاهرين طيب انا هتصرف يا فندم انا فاضيه دلوقتي وممكن انزل اغطي الاشتباكات دي حالا انت ما ينفعش تروحي انا هتصرف ايوه عزم في شبكات عنيفه في محمد محمود ولما تحلى في ساعه العصاري تفتح مزاد على الحب تلقى الف شاري بقولك ايه الجدع اللي اسمه باولو ده اختفى ادي يومين اهو لا حس ولا خبر ولا معلومه حتى بجنيه يا عم معلومة اليوتيوب بتاعي انت عايش في احلى بلد واحلى نظافه ده الواحد نفسه يقضي بيت عمره هنا يا اخي بقيت عمرك انت ايه شويه الهواء النظيف اللي حاصلك دماغك ولا ايه بقول لك يطلع منها والله ما تقدر تعيش هنا خلاص احنا خدنا على مصر ومصر خدت علينا طبعنا على بعض زي تيل الفراول ايه جو الفصلان ده يا اخي ايه ارحمني شويه هو الواد مني فين اتاخر ليه كده نزل يجيب اكل وسجاير انا عليه اكون جرى له حاجه اهو جه اهو ايه يا عم السلام عليكم السلام عليكم تأخرت ليه كده؟ ولا حاجة نجيب سجاير وأكل وشوية حاجات كده وبيرة وبتاع إيه ده؟ طب سجاير وفهمناها إيه ده؟ إيه دي؟ دي لعبة 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 يا عم في فرح عبادة بخمسة جنيه يعني أيوة يعني إيه لازمتها نجيبها ليه؟ يا عم لعبة جايبة عادي جايبة عشان الواد عشان أول ما يشوفنا يحبنا وما يخافش مننا يعني يا حنين
ده من امتى الكلام ده بقى يا عم ميمي؟ كريهة يا عم يوسف، انت طلعنا على المسرح، ما تنزل من على وداني. ماشي ميمي، ربنا ان شاء الله يرزقك بواد زيه. ايه؟ يرزقك بواد زيه. طلع السجاير. هتودي الفستان يا مديحه؟ ايوه يا مدام، هخطف رجلي ساعه كده واروح لمدام غاده قبل ما تشغل جنونتها علينا، دي متكلمه لغايه دلوقتي 4 مرات. اه اعملي معروف. انت هتروحي لها 6 اكتوبر؟ ما كنتش خليتيها بعتت السواق؟ لا، ما هي قالت لي انها عند مامتها في جاردن سيتي. طيب كويس، بقول لك ايه، خدي الفلوس دي وصليها بالمره للراجل بتاع القماش في طريقك. دول كام؟ 4000 جنيه، عديهم. مش حضرتك عديتيهم؟ لا معلش، عديهم برضو، الفلوس بتحب العد. حاضر. بقول لحضرتك ايه؟ نعم. ممكن استأذن في اجازه بكره؟ ليه يا مديح؟ اصل لو يطلع على الست اللي خدت عنوانها من عم حسن. طب انت اتاكدتي من العنوان اللي اداهولك؟ انا هروح وانا ونصيبي، والله لقيتها خير وبركه، ما لقيتهاش هعرف عنوانها الجديد واروح لها عليه. ماشي يا مديح، ربنا معاكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي، متشكره قوي يا مدام. العفو. احنا مش هينفع نثق في اي حد بعد اللي حصل لنا مع زياد ده. مظبوط. جريد عام، انتوا قلقين فعلا باول ولا ايه؟ قلقانين منه، واحنا هنعرفه منين؟ ما قلت لكم 100 مره تبع سيكا اخويا، ما تخافوش. يا دي سيكا، هو سيكا ده يعني من غصه وده من جنه؟ بقول لك ايه؟ اهم حاجه السلاح ما يباتش في الاوضه الليله دي. لا ما تقلقش على الموضوع ده خالص، انا اتصرفت. اتصرفت ازاي؟ خبيته. خبيته فين؟ عند الجيران. جيران مين؟ جيران اللي جنبنا. بقول لك ايه؟ لو ليه هنا؟ قلت له انا هأجر الاوضه. دخلت وخبيت السلاح وجيت قرشين، قلت لو اي حد أجر الاوضه بلغيني الاول، ما تقلقش. باول ولا ايه؟ لا دي غالية. طب بقول لك ايه؟ بلاش بقى تحكي لها وطمنها. اطمنها؟ اطمنها. لا لازم تقلق طبعا عشان نحلل السبوبة. لا ارعبها احسن، ارعبها. الو يا غالية. لا كله تمام الحمد لله. اطمني يعني، نلاقي سكة تانية يعني. بقول لك ايه؟ أنا وعدتك ده لو آخر يوم في عمري. أنا هرجع بابنك. ماشي يلا، أنا لازم أقفل. سلام. ازيك يا تيف؟ صبح تهامي، ناره أبيض. إيه على فين كده يا عم الشماريخ؟ على فين إيه؟ أنت مش داري بالدنيا ولا إيه؟ دي البلد خربانة. خربانة؟ يا جدع محمد محمود مولع والغربان متحصرة، وبإذن الله هنقصقص ريشهم النهاردة. أنت مش جاي معايا ولا إيه؟ لا معلش يا تهامي، عارفين أنا. انا اصلي بس رايح مع ابويا مشوار كده عشان هنعمل له اشعاعات. اخس عليك يا ابو حميد، انت بتتهرب ولا ايه؟ بتهرب ايه يا تهامي؟ بس بقول لك رايح مع ابويا اعمل له اشعاعات، هتهرب ليه؟ وبعدين هنروح هناك نعمل ايه؟ هنروح نعمل ايه؟ هنروح عشان نجيب حقك يا جدع، ولا انت سامحت؟ انا هم اللي في محمد محمود، هم اللي كسروني. كلهم زي بعض عندنا، ولازم يتكسروا عشان يحرموا يعملوا كده تاني معانا. هشوف يا تهامي، هشوف بس حوار ابويا يخلص على ايه، وبعد كده لو عرفت اجيلكم هبقى اجيلكم. مش ده احمد اللي انا اعرفه، ده انت كنت اول واحد فينا بتشتبك وبتدخل على الامن بصدرك. ايه اللي حصل؟ هي الضربه خلتك جبان قوي كده؟ انا مش جبان يا تهامي، انا مش جبان. قلت لك هروح اشوف مع ابويا حوار الاشعاعات ده وهتخلص على ايه، وبعد كده لو عرفت اجيلكم هبقى اجيلكم. خلاص بقى، في ايه؟ بشوقك يا صاحبي. بقول لك يا عم،
انا عايز اعرف اخرتها ايه؟ فين الراجل اللي فص ملح وبداب ده؟ بقول لك يا عم الحاج انا على اخر النبي، زهقت من الاوتيل والشارع اللي ورانا والشارع اللي جنبينا والشارع اللي قدامنا، مشوني من هنا يا جدعان مشوني. في ايه يا جدعان؟ في ايه مال؟ كل حاجه حل ان شاء الله، احنا هنا عايشين في الجنه، في الجنه. بقول لك يا عم ميمي، الراجل ده لو ما كانش هيساعدنا نشوف الف غيره، يا اما تكلم اخوك دلوقتي عشان نعرف راسنا من رجلينا. ماشي، هات يا عم اكلم سيكا. مساء الخير. مساء الخير. يا برودك يا اخي، سيبنا من الصبح عمالين ناكل في نفسنا، انت فين؟ ايه يا عم كنت بلعب ولا ايه؟ يا عم ما بتلعبش ولا حاجه. ايه يا عم النجم؟ وصلت لايه؟ مفيش يا سيدي، زياد ده راقبته لكم وعرفت ان هو وشويه جماعه معاه خاطفين الواد بتاعكم. ماشي، طب العيال دي يعني بتحكي في ايه؟ العيال دي بتحكي في خطف بني ادمين وتجاره في العيال من بلد لبلد. ايوه انا سمعت الكلام ده من زياد قبل كده في وسط كلامه. ايوه يا عم، بس الواد ده وضعه مختلف، الواد ده ابوه هو اللي بعته هناك امان. عشان كده مش هنعرف نتفاوض معاهم في الفلوس ابدا. وزي ما انت قلت هو امان. زاد بقى ان المكان ده عليه حراسه بغباوه، يعني مش هنعرف ندخل فيه لوحدينا، احنا محتاجين معانا رجاله تساعدنا. صح، احنا لازم نجيب رجاله عشان احنا لابسين طرح مش كده؟ ايه يا مين؟ ما تهدى يا عم مين؟ في ايه؟ شوف بيقول ايه؟ بقول لك ايه؟ لو عايزين تنفذوا العمليه دي لوحدكم اوكي، بس انا اوت. احنا ننفذها لوحدنا. ثواني يا مين، بالعقل يا مين، في ايه؟ هات اللي عندك يا عم باولو خلصنا. هو شكله لازم نشوفه بعينه. تعالى يا سيدي. ايه ده؟ دي قلعه بعيده عن كده عن الجبل.
تخافش يا حبيبي، أنا جاي عشان أروحك. أنت اسمك إيه؟ أه. وأنا اسمي ميمي. عايز تروح لماما؟ حسيت بيه. يلا.